وفي الدار محمد يا وسقناه.
وتستر له عيبه وعجزه وحسره وعياه وقاتبها وقاربها ومن أصاح إليها سمعه وأسرى. اللهم صل وسلم على أول قابل لتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ما شنفت الآذان من وصفه الدري بأقراط جوهرية وتحلت الصدور المحافل المنيفة بعقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون.